مساء الخير يا جماعة، النهاردة حلقة تانية من سيفلرز رياكشن. مفيش من 10 دقايق نزلت التريلر من سبايدر مان فار فروم هوم. دلوقتي هنعمل لها تريلر رياكشن. مش عارف بصراحة ممكن انتظر ايه من التريلر ده، وفي نفس الوقت مش عارف اذا كان احداثه هتبقى قبل انفينيتي وور ولا بعد انفينيتي وور. خلينا نتفرج على التريلر يا جماعة ونشوفه لو في أي حاجة مستحق إن احنا نعلق عليها ولا لأ. يلا بينا. Thank you, Spider-Man. That was so good. Hey, sorry I'm late. Happy. You look nice. Thank you. You too. Thank you. New dress? Yes, it is. How'd you know? What just happened? Planning a trip? Mm-hmm. Going to Europe. School trip. Did you get your passport? Peter Parker here to pick up a passport, please. Mini toothpaste? Mm-hmm. Pack your suit. I just want to go on my trip with my friends. Europe doesn't really need a friendly neighborhood Spider-Man. You look really pretty. Therefore, I have value. No, that's not I'm messing with you. You look pretty too. I just want to spend some time with MJ. I think she really likes you, dude. That reminds me of when I first fell in love. I had just finished my food call. So nice to finally meet you, Spider-Man. You're Nick Fury. Put some clothes on. Let's go for a ride. Is he gonna be okay like that? Might want to turn him over so he doesn't swallow his tongue. I think Nick Fury just hijacked our summer vacation. Awesome! We got gifts, Parker, but we have a job to do. Are you going to step up or not? You're all alone. Your friends are in trouble. What are you going to do about it? You don't want any part of this. Who is that guy? He's like Iron Man and Thor rolled into one. He's no Spider-Man. What is it with you and Spider-Man? What, he looks out for the neighborhood, has a dope suit, and I really respect him. Sup, dickwad? اوكي يا جماعه، التريلر حلو جدا. التريلر بجد حلو جدا. الشخصيات هي تقريبا نفس الشخصيات بتاعت الجزء الاولاني بتاع فيلم هوم كومينج. نفس الكاست، هو توم هولاند، ماريزا توماي، جون فافرو، في هابي هوجن، في كمان جاك جينهال في دور ميستيريو، وشفنا كمان ساند مان، بس مش عارف هيبقى مين دوره لسه. واكيد هيبقى في مايكل كيتن دور فولتشر في بتاع الجزء الاولاني في هوم كومينج، بس ما جابوش سيرته خالص في التريلر. بس كتيزر مبدئيه بصراحه حلوه جدا، عجبتني جدا، وعجبني جدا ان كمان في نيك فيوري. بس انا تعليقي الوحيد اللي عايز اعرفه بجد هو، هل فعلا الفيلم ده هيبقى قبل انفينيتي وور ولا بعد انفينيتي وور؟ لان زي ما انتوا عارفين في انفينيتي وور، هو لما ثانوس عمل السناب، هو مش عايز، هو اتحلل، سبايدر مان اتحلل، مش عايز اقول مات، هو اتحلل. وفي نفس الوقت برضو اللي اخدت بالي من حاجه، ان في الجزء ده، ان في الفيلم ده مش لابس الايرون سوت اللي كان مديها له ايرون مان، اللي كان لابسها في انفينيتي وور. فمش عارف هو ده، هو رجع لبس السوت اللي كانت في هوم كومينج اللي كان في الاول، وبعد كده مش عارف الجزء ده لبس نفس السوت تاني، ما لبس الايرون سوت. فمش عارف اذا كان هي، مش عارف اذا كان هي هيبقى الجزء ده هيبقى قبل انفينيتي وور ولا بعد انفينيتي وور. ما عنديش اي فكره بصراحه. هو عامه المخرج هيبقى هو بتاع الجزء الاولاني بتاع هوم كومينج، جون واتس، كان نفس الدايركتور بتاع هوم كومينج.
انا كتوم هولاند كسبايدر مان انا بصراحه انا بحبه جدا جدا، انا عجبني قوي دوره في هوم كامينج، عجبني جدا اكتر من اندرو جارفيلد بصراحه يعني. هو كتيزر مبدئيه بصراحه حلو جدا، التيزر حلو جدا، عجبني جدا التيزر. مفروض موعد عرضه السنه دي في 2019، بس ما قالوش امتى بالظبط في 2019، بس هو ترقبي بصراحه 10 من 10 في الفيلم ده، لان برضو انا بصراحه انا بعشق حاجه اسمها مارفل، انا مارفل فان. في شهر 3 في شهر مارس هينزل كابتن مارفل، ده برضو من الافلام اللي انا منتظرها بصراحه السنه دي. وطبعا بعدي افنجرز اند جيم، ف ده بقى انا مش عارف بقى هو ده زي ما كنت بقول الاول ده هيبقى قبل انفينيتي وور ولا بعد انفينيتي وور، لسه مش عارفين يعني. بس عامه ده كل تعليقي في التريلر، رب تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه في تريلر رياكشن جديد. استنونا على هوم سينما، باي باي.